رائع. طيب كابتن فتحي بقى وحضرتك معانا برضو، خلينا نروح كده نشوف يعني اصداء فوز الاهلي في الصحف المحليه والعربيه، وزميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الخير، وقولي لنا كده يعني المانشيتات تناولت فوز الاهلي ازاي، خلينا نعرف منك، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، وطبعا بصبح على كابتن فتحي. مبروك ضيفكم العزيز، صباح الانتصارات، صباح البطولات، وصباح التتويجات. بطولة غالية جديدة بتضاف إلى دولاب البطولات. بصراحة اللي يشوف النهاردة المانشيتات معانا الحقيقة لازم ده بيثبت إن إحنا كجمهور النادي الأهلي والعاملين في الكيان العظيم ده لازم نفخر، وبيثبت لنا قد إيه إحنا لازم يكون راسنا مرفوعة لفوق في السماء بسبب حتى مانشيتات الصحف العالمية اللي تناولت طبعا تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا. من FIFA.com، الأهلي بينتصر على أفريقيا وينتزع تذكرة كأس العالم للأندية. ومن Sport24، داني جوردان إلى بيتسو موسيماني، لقد جعلت جنوب أفريقيا فخورة. ده طبعا رسالة دكتور داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي للمدير الفني بيتسو موسيماني. كمان عندنا من اكسبليكا الأمريكية التتويج التاسع للنادي الأهلي بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في ديربي قوي. وكمان من آس الإسبانية، الأهلي يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع ويتأهل إلى كأس العالم للأندية. كمان من سبورزا البلجيكية، الأهلي بيفوز بدوري أبطال إفريقيا ويوسع اللقب التاسع في تاريخه. كمان من ريبوبليك وورلد الهندية، الأهلي بيفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بهدف رائع معززا رقمه القياسي بانتصار مميز. وكمان من توب ميركاتو الفرنسية، صنعت كتيبة المدرب بيتسو موسيماني الفارق في مباراة النهائي ونجحوا في التتويج باللقب القاري للمرة التاسعة. كمان من CGTN الصينية، موسيماني بيقود الأهلي إلى لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا. تتوالى طبعا المانشيتات من BBC عربي، الأهلي المصري بيفوز على الزمالك ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا. التقرير بتاع BBC عربي طبعا يعني قال أنه رغم كورونا ورغم الظروف وكل حاجة مر بيها النادي الأهلي، إلا أنه هو استطاع فعلا يعني برجولة أبطالنا أنه هو يحصل على اللقب التاسع. وكمان ده بعد البطولات من 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 و2013 واخيرا النجمه الغاليه النجمه التاسعه في 2020. وكمان قالت BBC عربي انه من المنتظر ان يتاهل الاهلي في بطوله او يمثل افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه. كمان من رويترز، الاهلي المصري بطلا لدوري ابطال افريقيا بعد فوز مثير على مواطنه الزمالك، وتقرير رصد اللحظات الفارقه في المباراه بعد هدف عمرو السولية برأسية في الدقيقة 5، ثم تعادل الزمالك، ثم الجول بتاع محمد مجدي أفشة في إنهاء اللقاء في الدقيقة 86. وطبعا مصراوي نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية نقلت أنه العالم بيحتفل بالقلعة الحمراء من رسائل بايرن ميونخ والهلال وسيتي وسان داونز للأهلي. دي سريعا كانت يعني إطلالة على العناوين العالمية والأهلي اللي رفع راس حتى المانشيتات من خلال الصحافة بسبب تتويجه بالبطولة الغالية اللي أصبحت في قلوب كل الأهلوية. بهنيكم وبهني نفسي وبهني الكيان العظيم على هذه البطولة الغالية. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. يعني بنشكرك وبنهنيك احنا كمان يا مريم. وشتيت انت بدري ولا ايه؟ ها؟ ولا جو برد بره واحنا مش حاسين بالاستوديو؟ احنا قلنا انت عماله تقول لنا شت وبقالك كتير، فقلنا الكلام ونلبس بقى الجواكت. شت ومش عاجبني، صيف ومش عاجبني. شكرا ليكي زميلتنا العزيزه مريم سميح، شكرا يا مريم.